أهلا وسهلا، حياكم الله. شاء كيف حالكم؟ بخير إن شاء الله. الله يبارك فيكم. سؤال بارك الله فيكم. السؤال ينقسم على قسمين، القسم الأول نريد بيانا شافيا على حال سالم الطويل بارك الله فيكم.
كثرة الردود، كثرة الردود أو كثرة الرد على جمعية التراث تقسي القلب. ويقول أيضا السلفيون يساوون بين الخميني وإحياء التراث. ويقول أيضا الحكم على الناس بالبدعة ليس من أركان الإسلام. ويقول أيضا من خطأ بعض الناس أنهم يزعمون أنه يا سنة يا بدعة. وأيضا له كلام يعني يرد قول العلماء أن من بل قول السلف أن من أثنى على صاحب البدعة يلحق به، يرد هذا الأمر، يقول هذا الإلزام باطل و إلى آخره. يا هذه الأمور كلها أو بعضها والله لو كانت في عصر الإمام أحمد والله يضلل الرجل، لكن أنا ما بدعته، إنما أنا حذرت منه. إما أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الأمور، وإما يحذر منه. كيف نفتن الناس ونقول لهم اسمعوا لهذا الرجل وهو يقول مثل هذه الضلالات؟ الذي أجزم يقينا بإذن الله تعالى أن الشيخ الفاضل فلاح من دكار ينكر هذه الأمور ولا يقبلها، بل له كلام ينكر هذه الأمور ويثني على الشيخ ربيع. عموما أنا لم أبدع الرجل انتظارا لكلام العلماء، وأنا إنما ذكرت ما عندهم من أخطاء أو بعضها في تلك الجلسة، ولا زلت أقول بها. وإن ردها من ردها، كلمني بعض الطلاب سالم الطويل وقالوا ظلمت الشيخ، اتق الله، أنت يرد على التراثيين. طيب يرد على التراثيين، هل يراهم مبتدعين؟ هل يراهم مبتدعين؟ لا، لا يرى مبتدعين. هل يرى الخلاف معهم عقدي؟ لا، لا يرى الخلاف عقدي معهم. هل له صحبة مع بعض رجالات ويمدحهم؟ نعم، له صحبة مع بعض رجالات. إذا ردودها عليهم إيه؟ يعني لا تنفع. نحن في منهج الموازنات والسنات، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر أن لهم قياما وصلاة وصياما يحقرها الصحابة بالنسبة لفعلهم. مع ذلك لهم خطأ واحد مرق بهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالعبرة بحال الرجل في أفعاله وأقواله. وأنا إن شاء الله مستعد لو أنه ثبت خلاف هذا الأمر وأن هذه الأمور كلها مكذوبة على سالم الطويل أن أتراجع عن قولي، ولكن هيهات العقيق. لماذا؟ طيب، أما الأمر الأول، بل لثلاثة أمور. أما الأمر الأول هو أن هذا من كلام سالم الطويل بصوته، وأما الأمر الثاني أن هذا الكلام من مقالات سالم الطويل في موقعه، وأما الأمر الثالث فشهادات الثقات العدول على سالم الطويل. نعم، ما في عنده حل إلا قضية واحدة، أن يتراجع وأن يعلن التوبة والبراءة من هذه الأمور، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هناك بعض العبارات التي نقلها موقع كل السلفيين عن الشيخ فلاح في رده، هذا ربما تشكل على بعض السلفيين، منها قول الشيخ حفظه الله: تركتم أهل الشر والفساد وتركتم الإخوان المسلمين والرافضة يعبثون في الدنيا شرقا وغربا، والفتن الآن تحيط بنا. إلى أن قال الشيخ حفظه الله: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. نعم، الحقيقة أنا إني يعني أرى أن الشيخ فلاح الله يحفظه ويسدده وهو من الشيوخ السلفيين المعروفين، يعني في تلك الجلسة كان متأثرا فيما يظهر لي بكلام الشريكة وإبراهيم الرحيلي، وهذا من كلام الرحيلي. وإبراهيم الرحيلي رجل صاحب يعني أسلوب وخداع في الكلام. وأظن الشيخ فلاح من دكار ربما يعني وقع في التأثر بهذا الرجل. لماذا؟ لأن الرحيلي يأتي ويتظاهر ويتمسكن ويتضاعف وأنه مظلوم وأنه ونسى أو يتناسى ما يفعله في المدينة من أمور السلفيين جعلتهم يقفون من ذلك الموقف. بل موقفه ليس من شباب السلفيين، موقفه من الشيخ عبيد ومن الشيخ ربيع ومن البخاري ومن الشيخ محمد بن هادي، أئمة ورجالات المنهج السلفي في المدينة وفي مكة، موقفه منهم هذا. وفكيف يعني فالشيخ فلاح من دكار يظهر لي أنه تأثر بإبراهيم الرحيلي. الأمر الثاني، هذا الكلام نفسه الذي يقوله الشيخ فلاح من دكار هو نفسه الشيخ فلاح من دكار جزاه الله خير رد على علي الحلبي في بيت الشيخ ربيع برد قوي جدا أطلق مضجعهم. فهل نقول للشيخ فلاح تركت فلان الحزبيين والتكفيريين وتركت مثلا أهل الفجور وترد على الحلبي؟
الجواب نفس الجواب، فلا يلتفت لهذا الكلام. والشيخ اكيد لا يقصد هذا الكلام بعمومه، لكن هو ظن ان الكلام في الشيخ سالم الطويل كلام بالباطل فقال الكلام، لكن هو ليس بالحق. نعم. وكذلك قوله يا أخوان، البعض ممكن يذهب ويدندن ويزن على أذن أحد المشايخ ولا غير، ثم بعد ذلك يبني هذه الأحكام. وكذلك قوله الذين يصدقون هذيل، هكذا بهذا اللفظ، حالهم حال اللي يصدق الدجال، إلى أن قال لو جاءهم الدجال كلهم وراه يا شيخ. طبعا هذه الكلمة هي أخت الكلمة السابقة، والقول مثل ما سبق أن هذا من شبهات وتضليل إبراهيم الرحالي وهذا الرجل الشريكة ونحوهما وتلاميذهم. فالشيخ حفظه الله تعالى أنا أجزم يقينا أنه لا يعني لم يتنبه لمعاني هذه الأمور، أو أنه أراد معنى آخر ليس بهذا الإطلاق. وإلا الشيخ فلاح من دكار علاقته بالشيخ عبيد وبالشيخ ربيع المدخلي علاقة قوية، ويعلم أن أقوالهم مبنية على الحق والصدق وعلى أخبار الثقات الصحيحة النقية الصادقة بإذن الله عز وجل. ولكن هو يحسن ظني بسالم الطويل، ظن أن في هذه القضية ربما دندن، أو يحسن ظنه بالشريكة، ظن أن بعض الناس دندن بالباطل عليهما، لا أنه يطعن في منهج المشايخ كلية. نحن نعرف الشيخ صلاح من دكار حفظه الله تعالى يقول بهذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. أما قضية تشبيه هؤلاء بمن يصدق الدجال فهذا ربما يعني في لحظة غضب وفي لحظة يعني لم يتأمل يعني أبعاد هذا الكلام، وقد يشتط الإنسان حين الغضب فلا يلتفت له. الحقيقة أيضا قال كلام آخر غير هذا لعلي أتذكره بعد قليل. نعم تفضل. نعم، الظاهر الذي عندي هذا الذي عندي. بارك الله فيكم، فإن كان عندكم شيء فبارك الله فيكم تفيدوني. أي نعم. الحقيقة من كلام الشيخ صلاح الذي يعني ينبغي أن يوقف عنده، ولعل الشيخ لم يقصده، قوله قول الشيخ صلاح الحقيقة اليوم أقول هذا كلامي أنا، أي كلام الشيخ صلاح، أقول لعلهم يعذرون، يعني أهل البدع يعذرون لأنهم كانوا فعلا أصحاب عقول. أولا، هل أصحاب البدع أصحاب عقول؟ لا والله، ما أوقعهم في المفاسد إلا عقولهم وآراؤهم الفاسدة، فعقولهم كادة جائرة ظالمة. أصحاب العقل يؤمنون بالله عز وجل ويسلمون للنصوص الكتاب والسنة ولا يعارضونها. العقل الذي يعارض الكتاب والسنة فهو عقل دنيء، عقل ساقط فاسد، لا يعظم ولا يمدح أبدا. أيضا قوله حفظه الله تعالى يعذر أولئك الذين كان عندهم مستوى عقلي عالي فأنكروا أحاديث الدجال لأنها ما تستقيم في العقول. لا، هنا نقف. أحاديث الدجال متواترة وقد ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد. يا شيخ صلاح، هذا الكلام ما يصح منك، بارك الله فيك، وأنت أستاذ العقيدة، وأجزم أنك لم تقصده. فإننا والله لو جاءنا بخبر أحد ليس متواترا، أحاديث الدجال وأحاديث الصغيرة نؤمن بها، لأننا نجزم بأنه لا ينطق عن الوحي، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال حسان بن عطية رضي الله عليه كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. هؤلاء الذين أنكروا أحاديث الدجال عقولهم سافلة ساقطة، لا يقال فيه مستوى عقلي كد عالي، ولا يقال أحاديث الدجال ما تستقيم في العقول. الله أكبر، الله أكبر، كيف ما تستقيم في العقول؟ بل الحمد لله نؤمن. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء له في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه مباشرة صدق، رغم أن يعني المسألة فيها قد يعني فرح بها الكفار وقالوا الآن لن يصدق محمد أصحابه، لن يصدق محمد أصحابه، ومع ذلك ثبتوا، وثبت أبو بكر رضي الله عنه وآمن بكل ما
أين قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه؟ وحديث الدجال مما أنزل من الله عز وجل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لا بد أن نؤمن تصديقا جازما، ما عندنا في شك. ما نجي لأصحاب البدع هؤلاء ونقول لهم أنتم قد تعذرون، أحاديث الدجال لا تستقيم في العقول. الله أكبر، لا لا، هذه كلمة أجزم مليون على المئة أن الشيخ صلاح من ذكر رحمه الله تعالى لا يعتقدها ولا يريدها بهذه الصورة. ولكن أحيانا الإنسان مع الغضب ومع يعني خاصة مجلس إبراهيم الرحيلي وزن وربما تباكى وبكى، خاصة كلمته التي بعد الشيخ صلاح كلمة سيئة للغاية، وهذه الكلمة تعرض فيها للمشايخ والشيخ صلاح ساكن، وأيضا هذه الكلمة فيها من الخبث والشيء العجيب. بل هذه الكلمة كلمة إبراهيم الرحيلي ترد على الشيخ صلاح وترد على منهج الشيخ صلاح. فعموما أنا بارك الله فيك أرى خلاصة للكلام أن الشيخ صلاح، أن الشيخ صلاح ومثلي لا يزكيه، الشيخ صلاح عالم سلفي معروف بحمد الله عز وجل، وأن ما وقع منه في تلك الجلسة خرج من باب حسن ظني بسالم الطويل، وأنه يظن أنه على الحق، وأن من تكلم فيه ظلمه و يعني لم ينصفه، فأراد أن ينتصر للحق فيما هو يظن، وهنا نعذره حفظه الله تعالى. أيضا مما قال الشيخ حفظه الله تعالى قال كلام عجيب، يعني يقول أنا لا أعرف بازمول. طيب جزاك الله خير يا شيخ صلاح، ما تعرفني، لكن عرفني شيخك الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، عرفني أيضا الشيخ زيد المدخلي، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من المشايخ، بل شيخ شيخك وهو الشيخ النجمي عرفني، وكلهم يعرفوني بأني طالب علم وأني من الملازمين للمشايخ السلفيين، وشهدوا لي جزاهم الله خيرا فيما يعني يحسبوني كذلك أني على منهج سلفي سوي بحمد الله عز وجل. فإذا كنت لا تعرفني أنت لا يضرني، كما لا يضرك، كما قال عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل وشهد عنده فقال له عمر أنا لا أعرفك ولا يضرك أن أعرفك، وأتني بمن يعرفك، هذا هو الميزان. وأما قوله حفظه الله تعالى بأني لا أعرف سالم الطويل ولو رأيته ما أعرفه، هذا أيضا غريب. هل أنا الآن أتكلم في سالم الطويل في شك؟